كوكو لا فامي، صافا صافا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كما وعدتكم في الفيديو اللي قبل منه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، الفيديو اللي كنا شفنا فيه المنظمات. الفيديو ديال اليوم غيكون مشترياتي ديال هذوك المنظمات وبعض الاواني اللي خديت من ساغا، غادي نشاركهم معاكم. وفي الاخر ديال الفيديو كاين واحد العطريه حتى هي غادي نشاركها معاكم. دابا خليكم معايا حتى لنهاية الفيديو. اول حاجة خديت هما هاد لي زيطاجيغ اللي كيجيو اون بلاستيك، راه مشهورين عند ساغا، ما كيجيوش غير في الكوزينة فقط، كيجيو حتى في الدوش الا بغيتو. كيجيو فيهم 3 زيطاجيغ كما كتشوفوا معايا، وفيهم الالوان، فيهم الابيض وقيله والكري اللي شفت. غادي نوريكم في الاخر ديال الفيديو مونطي ودرت فيه المواد الغذائيه. تاني حاجه غنشارك معاكم هي هاد الطابي ديال لاكويزين، كيجيو بحال السيميلي كوير، كاينين جوج، وحده فيها مترو 50 وكاينه مترو 80 اللي خديت انا مترو 80. خديتها هاد افي مغبغ باللون الرمادي باش يجي ليا مع الكوزينه، وهذه كنت محتاجه ليها الصراحه باش كتحطي فيها المعلقه ولا المغرفه ملي كتكوني كطيبي. هذه اون سيراميك ماشي بلاستيك، كتجي غزاله. وهذا السيرفيس دو طابل اللي كنت خديت من ساغا، كنت بارطاجيتو معاكم في انستغرام دو موديل، وقلتوا لي باش ناخذ هاد الموديل. صراحه انا من قبل كنت باغا ناخذ واحد فيه نوار والبلون وما كتبش، وخديت هذا. هذا فيه نوار بلون وفيه فيه الدوغي. غادي نجبد هاد الطباسل كاملين، عاد نشارك معكم كل موديل شنو فيه. من الاحسن هو سيرفيس ديال 24 بياس، شاك بياس في شاك موديل فيه 6 بياس. اول حاجه غادي ناخذ من هاد الكرتونه، شفتوا معايا ما فيهاش كيدير باش يوصل باش ما يتهرس ما حتى شي حاجه. كاينين هاد لي بلا الكبار او لا بلا ديسير، كيجيو منهم 6 بطبيعه الحال كما قلت لكم، فيهم نوار بلون وفيهم هذيك لاتوش بالدوغي، كيجيو على هذا الشكل. وهادو حتى همايا لي سو بول، لي بول حتى همايا كيجيو على هذا الشكل كي تشوفوا معايا. فيهم هاد الديسان اللي خفيف ومودرن، ما كنبغيش شي حاجه اللي تكون ترو شارجي، واخا 3 كولور تماشاو مع بعضياتهم جاو زوينين. وكاينين هادو 6 وهادو 6 ولي بول 6. وكاين الموديل الرابع هو هذا لي زاسيات كروز، هادو اللي كيجيو فيهم لي سالاد، كيجيو فيهم لي بات، كيجيو بحال هكا في التقديم، شي حاجه اللي خفيفه وفي نفس الوقت راقيه. انا خديتهم على قبل رمضان طبيعه الحال. شفتوا معايا لو بول كي كيجي زليفه صغيره موين، ما كتهش بزاف، وفي نفس الوقت واحد الشكل اللي جديد وراقي. خديت هاد لي سيت دو طابل، خديتهم فهاد لاكولور بحال هكا يا باش كلير، كيجيو بحال هكا. غنديباليهم معاكم باش تشوفو معايا. سيت 6 كاينين فيهم بزاف الالوان، انا اختاريت هاد لاكولور باش تماشى ليا مع اي لون ديال سيرفيس دو طابل لي حطيت. و اون كولور ناتوريل كما كتشوفوا معايا، كتجي زوينه. منهم 6 وهاد لي رونجمون ديال البلاستيك من عند ساغا. اول مره صراحه غناخذ هاد الباك اللي فيه 4، واول مره كناخذ هاد الباك هاد الحجم الكبير. انا مولفه كناخذ هادو اللي كيكونوا عليه 3، وهاد الحجم هادو عندي منهم بزاف، كنديرهم في الثلاجه في الكونجيلاتور. هادي فيها شوفوا راه كاتبين العبار 2700 2900 امال، جايه 3 يطرو، اللي كبر منها
فيها 1700 ml قريبة لجوجيترو، كل واحدة كما كتشوفوا معايا كتجي وسط، كتجي سهلة في الغونجمون الا كانوا خاوين، بطبيعة الحال الا كانوا عامرين راه كيكونوا شادين بلاصتو، يمكن تحطوا واحدة على واحدة. كلهم الاحجام صراحة كينفعوا، وعاد هاد السدة بهذا الشكل كتعجبني وكتجيني سهلة وبخاتيك سورتو في الفريكو فاش كيكون مجمد، كيتحلوا بسهولة وكيتسدوا بسهولة، ماشي بحال اللي عندهم الفيلتاج ولا اللي كيطرطقوا، هادو كيجيو صعابين شوية. المهم انا تلاجتي كلها هاد النوع، والفريكو تا هو بطبيعة الحال، وخديت هاد البراد، هذا صراحة خديته من بيم اطرو ونص، كان عندي واحد صغر منه وكنت محتاجة لهاد الحجم اللي غيكون كبير شوية كما كتشوفوا معايا، غنضيب عليه معاكم. هذا اينوكس كما كتشوفوا معايا 18/10، وكيهز اطرو ونص، الشكل ديالو زوين والكاليتي ديالو زوينه صراحه، ثقيل وزوين. وهذه هي العطريه اللي قلت لكم في الاول تاع الفيديو، خديتها من عند الحداقه وفود، صراحه مش حال هذه وانا باغا ناخذ من عندهم العطريه، خليت ليتيكات صراحه باش نشوف كل حاجه والثمن ديالها، وما ما بين 13 و15 درهم البو. اول حاجه هي التحميره، هذه العطريه المدخنه وصدقات زوينه الصراحه، البصل المجفف حتى هو زوين، عطرية الدجاج صراحة عطريتهم كلها زوينة. خديت عطرية السمك كتجي حتى هي رائعة، عطرية الكبسة هي اللي باقا ما طيبش بيها، وعطرية اللحم، خديت عطرية البيتزا، واحد الاعشاب منسمة صراحة رائعة لا في الطياب ديالها، وحتى هكا كتعطي واحد الريحة واعرة واعرة بزاف، وكيكونوا كاتبين في ليتيكات كيكونوا كاتبين المواد اللي مستعملين فيها، الزعتر يزير، المهم داك الاعشاب اللي كنديروا في البيتزا. وهذه ديال الطاكوس، هذه باقا ما استعملتهاش، والعطرية البسطيلة الدجاج صراحة جات هائلة، هادو أكثرية ديال هاد العطرية اللي ديجا استعملتها. هذا هو الشكل ديال المنظمة اللي كانت تخوازي طاجير كما شفتو معايا، كتجي على هاد الشكل، درتها ما بين البلون طخافاي و التلاجة، كتجي ديسكخات بهاد الشكل، عندها دوك الرويدات من تحت كتدخل وتخرج بسهولة، لي طابي من بعد ما فرجتهم كيجيو على هاد الشكل، وحدة فيها 1.80 متر ووحدة فيها شي 70. وهادو لو سيرفيس دو طابل كيما وريتكم درتهم في هاد لغونجمون بهاد لي غونجمون. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لي اول مره يشوف القناه ديالي ومازال ما دار ابوني ديرها دابا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم تشاو تشاو لا فامي.